دو قلت اليوم هذا استمرار اللقاءات التشاورية التي تنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مجموع الجهات. لقاءات تشاورية أقرها المؤتمر في خطته الاستراتيجية وتبناها المكتب التنفيذي لإنزالها لتطبيق من خلال الإنصات للصحافية والصحفيين حول ما يرونه من ثغرات في هذه القوانين الثلاث والتعديلات المقترحة. بطبيعة الحال هذه المراجعة الهدف منها وبهذه الطريقة وأن تكون لمسات الصحفية والصحفيين حاضرة في التعديلات التي تقدمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في القوانين الثالث. ولهذا نعتبر أن الإنصات لبعضنا البعض سيمكننا أولا من تحديد عناصر هذه التعديلات وكذلك تحديد الاقتراحات المناسبة والحلول المناسبة لها. ولهذا نعتبر بأن هذه اللقاءات التشاورية هي مقدمة لتعديلات التي تقدمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في إطار المشاورات التي فتحتها الوزارة عن طريق المجلس الوطني أو اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والاتصال، وكذلك استعداد الحكومة لتهيئة المشروع الذي ستقدمه للبرلمان. ولهذا في اللقاء اللي نظمناه في اليوم العالمي للاحتفال بحرية الصحافة قدمنا فيه التقرير السنوي، ومن بين التوصيات التي أوردناها فيه هو ناشدنا المهنيين بأن يستغلوا هذه الفرصة من أجل طرح واحد المنظومة التعديلات متماسكة كتجعل هذه القوانين أولا سلسة ومتضامنة. والنقطة الثانية طالبنا من الحكومة كذلك أن تكون مجتهدة في جعل صوت المهنيين حاضر في هذه التعديلات، وطالبنا كذلك من البرلمان باعتبار الجهاز التشريعية أن يناقش هذه القوانين بمنطق بعيد عن التدافع الحزبي وعن الصراعات السياسية، لأن الأمر يتعلق في نظرنا بقطاع هو في ملك المجتمع ولا يمكن أن نلعب بمصير إعلامنا وسيادتنا الإعلامية عن طريق اقتراحات قد لا تكون مناسبة. ولهذا يجب الإنصات لصوت المهنيين. هو فعلا هذا اللقاء هو لقاء تدخل في إطار التواصل ولقاء مفتوح، الهدف منه هو فتح النقاش داخل الأوساط الإعلامية والصحفية خاصة في مجال الرباط لمناقشة التداول حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالمهنة في أساسها وكذلك المتعلقة بالقوانين، لأننا في مرحلة معينة هذه المرحلة هي مرحلة تستدعي منا إعادة النظر وكذلك وإعادة قراءة في القوانين المؤطرة للمشهد الإعلامي والصحفي. هذه القوانين هذه هي قوانين النشر والصحافة وما يسمى بمدونة النشر والصحافة التي تضم ثلاث قوانين أساسية: قانون النشر والصحافة والقانون الصحفي المهني وكذلك القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة. نحن الآن أو هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات أو اللقاءات التي دفع أو دعا إليها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في إحدى اجتماعاته أو في أحد اجتماعاته من أجل اقتراحات أو من أجل إيجاد مخارج أو مخرجات أو اقتراحات لمن تهدف لهذا الإصلاح مدونة النشر والصحافة.